مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار صوت الساحل التونسية. أدى يوم الاثنين المنقضي وزير الطاقة الجزائري مصطفى جيتوني زيارة إلى ولاية سوسة، وزار صحبة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور محطة توليد الكهرباء بسوسة سيدي عبد الحميد، حيث أشرف صحبة ولي الجهة عادل شليوي على فعاليات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية للطاقة. ويندرج هذا اللقاء في إطار تبادل الخبرات ولوضع استراتيجية للتعاون المشترك بين تونس والجزائر. حضرنا في تونس الشقيق اللي هو بلدنا الثاني، كان فيها لجان فرعية تقنية ما بين البلدين اللي تعمل في إطار الطاقة، واليوم جينا للسوس وكان لنا الشرف باش نشوفوا لا سنترال محطة نتاع سوس اللي هي محطة جديدة وهي من حجم أكبر محطات في إفريقيا اللي فيها 2200 ميجاوات. عبر عدد من مرتدي سوق قصر هلال بالمنستير لقناة صوت الساحل التونسي عن استبشارهم بانخفاض أسعار الأسماك واستقرارها في الآونة الأخيرة، كما استحسنوا الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضر مقارنة بالأشهر الفارطة. هذا واعتبر متساكنو قصر هلال أن هذا الاستقرار يساهم في توازن قفة التونسي ويرفع من مقدرته الشرائية. لا بأس، الأسواق معقولة معقولة وأبرك من قبل برشا، سواء حوت ولا خضرة ولا كل. بعتهم بالثلاثة بلف الصينية ب15%، كل خير موجود. البصل سيناريا ب500، البصل ب500، معناها فما كل خير إن شاء الله. أشرف ولي المهدية محمد بودان يوم الأربعاء الفارط على جلسة عمل خصصت للنظر في وضع خطة عمل عاجلة لحماية المبيتات بالمؤسسات التربوية الأعدادية والثانوية والجامعية من الاعتداءات. وتجدر الإشارة إلى وجود 12 مبيتا بالمؤسسات التربوية بولاية المهدية تعاني أغلبها من عدم توفر منافذ النجدة وانتهاء صلاحية قوارير الحماية المدنية. قال مصمم البرمجيات وأستاذ العالمية محمد بيرم نصير خلال لقاء أجراه مع قناة صوت الساحل التونسية أن انتشار الألعاب الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين يمثل خطرا محدقا وحقيقيا، كما بين أن تحدي الحوت الأزرق يستهدف هشاشة الطفل وجهله، كما يركز عليه ضغطا نفسيا من خلال التلاعب بمشاعره. وفي إشارة إلى كيفية التوقي من مخاطر هذه الألعاب أكد الأستاذ على ضرورة تدخل الدولة وردعها لها، كما شدد على دور العائلة الرقابي والإحاطة النفسية بالطفل والمراهق. الألعاب هذه اللي هي عندها خطورة كبيرة على وليداتنا وبنياتنا، ماذا بينا احنا نلقاو تفسير كبير للظاهرة هذه من الألعاب الخطيرة اللي هي تستهدف شريحة سماها مبرمج اللعبة هذه بالطفيليات الاجتماعية. احنا ماذا بينا نلخصوا تعريف للظاهرة هذه انها مدمرة لصغيراتنا، مدمرة للأسر كاملة. نجم صغير الله يقدر يدخل في المستنقع متاع الألعاب هذه، وتعرفوا منيح انه اذا كان دخل المستنقع هذه لا رجوع في ظل غياب العائلة، في ظل غياب التأطير المناسب من المجتمع ككل. عبر عدد من متسكني سوسة عن تذمرهم من حالة الطرقات الفرعية وأهمالها لسنوات عديدة مما سبب اهتراءها وقدمها، ووصل الأمر إلى صعوبة التنقل بهذه الشوارع نظرا لكثرة الحفر الناتجة عن قدم البنية التحتية أو الأشغال المتكررة، وما يزيد الوضع تعكرا نزول الأمطار وفيضان البلوعات. حالة الطريق قدام داري هناك شيء يكره في الحياة. هنا تصب هنا المقاضية بكل طول بحر، والكرهبة بيتعدى فوق التروتوار، وكانوا عندي ولاد صغير يخرج متضربوا كرهبة. كل مرة أنا واقف هناك ومرة أنا بالكرهبة طيشت لي الحواجي. نعم في عارك تمشي بلدي قل لك تونشي
تونجي طرقات هذه حاله لا يرثى لها، طرقات كلها مكسره، كلها حاله حليله، حي الرياض، حي الزهره، حي الزهور، طرقات كل ما تحكيش عليهم، كرهبنا كلها تفشخت، كرهبنا كلها دقدقت، كعبه رومورسور سيلم بلوك حصيله ما فيها شيء صحيح. عبر عدد من مواطني قصر هلال من ولاية المنستير عن انتظاراتهم من الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في مايو المقبل. وللإشارة فقد تصدرت ولاية المنستير قائمة الولايات من حيث عدد القوائم المترشحة ب190 قائمة. وقد تباينت الآراء بين المتفائل والمشارك والذي ينتظر حكما محليا فاعلا قد يحسن في خدمات البلدية، وبين من لا يعلق آمالا كبيرة في قدرة هذه الانتخابات على تغيير الأوضاع. بالنسبة لانتظاراتنا كمواطن وكل مواطني الكل، وأني ننتمي لقصر هلال وهلالي، نحب البلدية نتاع قصر هلال تكون في مستوى التطلعات، وتكون معناها بلدية عندها ناس تعمل فيها بكل صدق وبكل إخلاص. ما نكذبش عليك أني يعني رأى معناها ماهاش معناها ماهوش باش ينجموا يعملوا حاجات كبيرة، ولا خطر الوضع ماهوش مستقر بكل كاء. نجم نقول لك أني يعني من الناس اللي متاع 30% ممكن نمشي ننتخب ولا لا. إثر زيارة أداها فريق صوت الساحل التونسي لمنطقة حمام معروف وهو حي شعبي بمعتمدية حي الرياض سوسة، شهد منذ سنوات توافد عدد كبير من السكان الذين شيدوا منازل مخالفة لمثال التهيئة العمرانية ودون رخص بلدية، وعود كثيرة لربط هؤلاء المتساكنين بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشراب، وكذلك أمدادهم بشبكات التطهير والطرقات، وعود تبقى قيد الدراسة وفي انتظار التحقيق. نظم الديوان الوطني للصناعة التقليدية بالتعاون مع شركة معرض سوسة الدولية المعرض الجهوي للزربية والمنسوجات التقليدية في دورته الثانية، والذي انتظم من 23 فيفري إلى غاية 4 من مارس الجاري بفضاء معرض سوسة الدولية. وتهدف هذه التظاهرة الجهوية الترويجية إلى مساعدة منتجي قطاع النسيج اليدوي والألياف النباتية على ترويج منتجاتهم بالسوق المحلية، وتشجيع التونسيين على اقتناء المنتجات التقليدية الأصلية. مرقوم عن الفوتة، عن جيتي متاع الكنابي، عن المرقوم العربي متاع التونسي الأصلي مخدوم باليد، وإن شاء الله تعدينا معرض به، وإن شاء الله بالقسم للعباد الكل، ونوعدوا معنا الزيارة باش يجيوا أسوام معقولة، أسوام باهية، كاليتي مزيانة. زارت صوت الساحل التونسي الفنان والممثل القدير مراد كروت إثر قيامه بعملية جراحية في مصحة خاصة، وذلك للإطمئنان على صحته بعد مرضه في الآونة الأخيرة. ونقلت القناة تمنياتها له بالشفاء والصحة ودوام العافية، كما عبر الفنان القدير عن معاناته وألمه، خصوصا من تناساه في محنته ومرضه. الحمد لله كل حال اللي عديت الأمور الصعيبة كلها معناها فيسا، ما كنتش نصور باش نوصل للمرحلة هذه. أنا كنت متيقن ونعرف بالبداية أنه الألام والتعب اللي تعبت بذي هو معاناة سنوات عديدة كما تعرف. في أخبارنا الرياضية، فاز النجم الرياضي الساحلي على النادي الصفاقسي إثر المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس غرة مارس الجاري، وذلك لحساب الجولة 7 إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الختام، زارت قناة صوت الساحل التونسي نادي المستقبل الرياضي بمساكن وواكبت معه حصة تدريبية. ويذكر أن الفريق توج بعديد الألقاب محليا ودوليا، كانت آخرها حصوله على لقب البطولة بعد فوزه في مهرجان الألعاب الشتوية التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية والتي دارت في شهر فيفري المنقضي. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. دمتم في أمان الله.